إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى ونثني عليه أن يسر لنا هذا اللقاء الطيب المبارك بإذن الله، وإحياء عهد الأخوة في الله وفي هذا الدرب، درب الدعوة إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وأيضا لمناقشة مواضيع تهمنا جميعا بحكم تبنينا لهذا المشروع العظيم الذي هو مشروع الدعوة إلى الله، وحملنا لهذا الثقل الكبير العظيم الذي يحتم علينا أن نتواصل ونتناصح وينصح بعضنا بعضا ويراجع بعضنا بعضا أمورا تتعلق بهذه الدعوة سلبا وإيجابا. ومن الأمور التي لاحظها الجميع ولمسها وبانت جلية، لا أقول في جهتنا بل إن شئتم في جميع بقاع العالم من الإخوة الذين يتبنون هذا المنهج الطيب المبارك، أنه ركزنا، وهذا هو دورنا، ودائما كانت الدعوة السلفية تحمل راية الدعوة إلى الله وراية التعلم والعلم الشرعي، حيث صبغت دعوتنا بالعلم. جميع الحركات الإسلامية لما تتحدث عن المنهج السلفي تسمه بالعلم وتقدمه في هذا الباب، ولكن إذا تحدثت عن الأخلاق والتربية والتزكية فلا يتفق الجميع على هذا الأمر بالنسبة لإخواننا، فتجد الكثير يتهمنا بأمور فينا وبأمور مكابرة وحسدا ومغالطة، ولكن نحن بدورنا ينبغي علينا أن نعترف أنه فعلا هناك أمور لا زلنا مقصرين فيها، ومنشأها من قضية انفصام حدث بين العلم وبين أثر العلم. فعلا ركزنا عن العلم والتعليم وحفظ القرآن وحفظ المتون وتدريسها واشتغلنا بهذا كثيرا، وهذا طيب مبارك يحسب لدعوتنا بفضل الله تبارك وتعالى، ولكن أمر آخر هو فقط لم يسلط عليه الضوء، وإلا وعند سلفنا كان مسألة مفروغ منها معروفة، وإن كان بعض الأئمة جددوا في هذا الأمر وقالوا بأن خرج التيار الذي يدعو إلى السنة خرج عن ما كان عنه السلف من تزكية وتربية وأحوال مع الله تبارك وتعالى. فجاء الإمام الغزالي مثلا وكتب كتاب الإحياء والمنقذ من الضلال، وراجعوا بعض العلماء قال هذا ما حدث، يعني عند سلفنا كان العلم والتزكية شيء واحد، ما يمكن يكون العلم إلا وهو فيه تزكية، مفهم بالتربية وبالتزكية، ولكن شاءت الأقدار أن فعلا ظهرت أمراض تبين فعلا أنه لم نسلط الضوء كثيرا عن هذا الأمر اللي هو التزكية والتربية. وما هذه الانشقاقات التي نرى اليوم في زماننا هذا إلا دليلا واضحا على هذا الأمر، انشقاقات وتجزيء المجزأ وتقسيم المقسم وطعن في المشايخ وفي العلماء وكل يدعي أن الحق معه، هذا أمر ناتج عن خلل في التربية. ولهذا الأئمة الكبار من أمثال شيخنا الألباني رحمة الله عليه
قال بأن التصفية قد قطع فيها شوط كبير، ولازل أمامنا تحدي اللي هو تحدي التربية. وذكر بعض المفكرين والعلماء أن هذا زمن بعثة تجديدية متعلقة بهذا الأمر، التي تصاحب التصفية ولا تفارقها في حال من الأحوال، وتتبناها دائما وأبدا، ولا زالت متمسكة بالعلم الشرعي كأولوية من الأولويات، إلا أنها تضع نصب عينيها هذا المشروع الكبير الذي هو مشروع التزكية، وهذا إبان ظهور هذه التلة المجددة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يبعث الله لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها على رأس كل 100 سنة، وما قال عليه الصلاة والسلام. وأكيد أن السنوات في هذا الأمر ما كتحسبش، نقول مثلا ما بين 1900 و2000 راه ظهر واحد مجدد، إذا من 2000 فوق ما كتحسبش بهذا الحساب، وإنما يعني المعالم التاريخية كتحسب بالأحداث، الأحداث الكبيرة التي لها أثر في حركة اجتماعية وثقافية ودعوية، حدث كبير هو الذي يكون سمة لبداية هذا التجديد. فمثلا لما ظهر المجددون الآن في هذا الزمن من أمثال شيخنا الشيخ الألباني والشيخ بن باز والعثيمين وكل هذه التلة المباركة، وظهور هذه الحركات الإسلامية عبر العالم، راه جا في واحد التاريخ ديال الاستعمار، يعني 1900 قبلها بسنين وبعدها بسنين، في هذه الفترة هذه ظهرت حركات إسلامية مجددة في تركيا مثلا، حركة بديل الزمن النورسي، في مصر ظهرت يعني أتباع البنا رحمة الله عليه من إخوة المسلمين، وهكذا حركة التبليغ وهكذا، وأيضا أهل الدعوة الحقة اللي هي الدعوة السلفية أيضا برزوا بقوة في هذا الزمن، وكانت لهم الريادة كما قلت في جانب التصفية، تصفية المعتقد، تصفية الفقه من البدع، وتصفية السلوك من الشطاحات الصوفية. لازلنا ننتظر ظهور هؤلاء المجددين كما قلت، الذين يحملون هذا المشعل، العلم، التصفية، بالإضافة إلى التزكية وجمع شمل هذه الأمة.